كل التحية لإلك حبيبي. انت اول شيء مبروك نقلتك لبيت جديد. ميرسي. هالقد الديكور عرفت انه بصماتك كلها عليه كل شيء. الله يهنيك. حبيت كثير مش شوي. انا بعرفك كثير صريح يعني. لا انا بحب اللي بفوت لعندي احس هيك بطاقة ايجابية. طبعا لا اهم شيء بطاقة ايجابية وبعدين في الفة وين بيقلى في المكان. الحمد لله ومبين ذوق الست يعني اي بيت ما في ست وين بينقفش هيك لانه ذوق الرجال كمان يعني ناشف. ستك عندها لمسات ما تظلموا كلهم. لا في رجال عندهم كمان سحر بلا ما يكون واقع على رجال هيك مرتب. لا انا واقع حالي. الله يهنيك. ميرسي. زينة مكي هذا الوجه الراقي، هذا الوجه الحاضر، هذا الوجه المعبر، هذا الوجه الذي يحضر منذ العديد من السنوات، عمل سينما ونجح وبلش بالقلب يعني كل الفنانات ببلشوا بالتلفزيون بينجحوا تلفزيون بروحوا على السينما. انت بلشت السينما وجيتي على التلفزيون بس الواضح انك جيتي قوية يعني بتطلعي بطلة قدام تيم حسن بفيلم الهيبة، بتطلعي بطلة بأكثر من مسلسل مع عابد فهد. الأعمال اللي عم تعمليها الدور فيها كتير لافت. مين وراء هذا الخيار؟ مين اللي عم بيقول لزينة مكي هيدا عملي وهيدا ما تعملي؟ زينة مكي بتقولها زينة مكي. طبعا في اكيد كتير ادوار تنعرض بس انه حدسة هو اللي بيقول لي اخد وما اخد والنص. هيدا الحدس حاضر دايما عطول حاضر. الاوقات بخيب. اوكي. اوقات بخيب مثل طبعا طبيعي يعني احنا بشر بالنهاية بس انا عندي اياها كتير قوية. بس انا اللي بوقف حالي وانا اللي بتفش حالي وانا اللي بقول هيدا خدي وهيدا ما تاخدي. طيب هيدي يعني هاي الحاسة ما بينت لما ارتبطتي؟ انت مصر ما عم بقول لك اوقات اوقات بخيب. طيب ما في شيء خاب. انا كل شيء عن جد بالحياة استاذ محمد دروس. اوكي. ومش عم بحكي حكي مثالي ابدا. لا لا ما في شيء بيصير مع الانسان بحياته محطه قدر هيك طبعا محطه ما بيكون لها سبب ولا فايده. وانا دائما بتطلع انه ما في شيء بيقطع. ممكن تزعل بمحلات بحياتك. شو طلعت النتيجه بهالمعنى؟ ايه طبعا نتيجه. طريقه رؤيتي للاشياء بالحياه اختلفت كثير. هذا درس كثير كبير وانا بتطلع عن جد في كثير قصص ايجابيه. هلا اللي بيريح معك انه الوالد صحافي. ايه. ومش بس صحافة، عامل أول مبادرة وهيدي أنا بصراحة يعني حسيتها خطوة كتير إيجابية. الوالد صحافي وعمل عنك كتاب، عمل عن بنته. عمل عن بنته اللي عندها يعني مرقت بميلو دراما صحية طويلة عريضة. صحيح. يعني مدد مدد من القصص. اثنين اشتغلتي كل حياتك لحالك بلبنان وغامرتي بأكثر من شغلة وبلشتي مثل ما حكينا السينما وتحملتي انك تشتغلي بافلام تجاريه لكنها كانت ناجحه وجيده ونظيفه ووصلتي بالاخر انك تختاري. نعم. هيدا المسار كله ضوى عليه الوالد بكتاب والكتاب بيصدر قريبا. نعم. وانت اول حدا هلا تحت الهوا فرجيتك الغلاف. انا جد ممنونك وحبيت الغلاف كثير. العنوان شو؟ بتحبي تقولي العنوان قولي ما بتحبي تقولي؟ لا بي اي العنوان قبل والله ايه فرح اخذ اذنه وارجع انا. وبعدين مع زينة صبيه من حديد وحرير. هلا قصده من حديد انه انت فيك كثير حديد حرفيا المعنى الحرفي للحديد. انه هاي الحديد والشخصيه اليوم بعد الحادثه ما ركبت كثير حديد بجسمي بعد المرض هو. ركبت حديد بكل ظهري. والمعنى الحديد وقصده بالحديد الاول المعنى المادي المعنى المادي والقوة والحرير هي انت الست الراقية اللي هو كيف لمرتب الرئية الرئية. يعني انا بيي بيقول لي انت بسكوت البيت. يا الله بطلت هلا صاروا احفاده هن البسكويت تبع البيت. بس انه هو التناقض بالشخصية يعني المرأة القوية اللي في الجلد والصبر واللي عاشت كل هالوقت لحالها تظهر انها رقيقة. نعم. وراقية وكل شيء. نعم عظيم حلو مرقنا عليها بطريقة مرتبة. نعم بدي اقول برمضان الحاضر هلا شفت لك اول حلقه مع عابد فهد بهذا العمل اللي هو النار بالنار. الشغله اللي لفتي فيكي وهي مهمه انه مانك بحاجه قدام الكاميرا تعملي حركات الصبيه. يعني نحن بنعرف كثير من الوجوه التي تظهر في مسلسلات وفي اعمال بالسينما او بالتلفزيون بيعملوا بيقولوا لهم بالمصري
حتى اياها يعني في شيء بيعملوه لازم مثل انه لازم ينعمل يعني قلبة شعر دلع بمحل شغلي عرفتي انت هدول ما بشوفهم عندي لكن بس تحضري في لي كاريزما على الشيش هيدي الكاريزما بتحضر هي لحالها بتحضر بجاذبية خاصة انا ما عم بتغزل فيك هلا بس عم بقول الحقيقه انا بيكبر قلبي لما انت يطلع منك هيك حبيبتي لا والله وادي حقيقه قديش صريح يطول عمرك وهي حقيقه فعلا انه انا ما بشوفك بتعملي حركات اللي بيعملون الصبايا او الوجوه اللي بتطلع على الشاشه ويبدو انه هيدي ميزه ما انا هينه عن جد ما انا هينه يعني بتطلعي عارفه دورك تماما بتدخلي بالدور حازمه جاده بتوصلي نقطع السطر هودي الزوايد اللي انه مرات بيطلبون بعض المخرجين انا بعرف شيء كون حاضر على بعض مرات على التصوير انه معلش اعملي ضربه شعر لورا اللي بيعملي كذا انت عندك ما بيطلع فضل. انا رح اقول لك شيء زياده على كلامك وعن جد بدي اشكرك عليه ولانك بتلاحظ تفاصيل بيعني لي انه بتلاحظ القصص اللي انا بشتغل عليه واللي هي اوريدي موجوده فيي برافو بس في ادوار تستدعي الحركات مش الموضوع ثاني الشخصيه بدها هيك الشخصيه بدها مش انت بدك هيك لا إذا الشخصية بتستدعي الحركات بدك تعززها بتيك معين أو هيك أنا بعمل بس ضمن حدود الشخصية بس خليني لي شغلة مرة واحدة من الرقصات بمصر إيه قلت لها تعلمت فين؟ قالت لي تقول لي تعلمت ما تعلمت فكنت بعدني لسه ببداية طريقة قالت لي ما فيش بنت بتولد في الدنيا غير بتعرف ترقص ربنا بيخلقها وهي بتعرف ترقص طيب المرة هيك لا لا عرفتي لا وانا بدي لك يا هالشيء بدي لك انه انت يعني لما بدك ترقصي تعملي بشخصيتك كست موجوده هذا يعني الغنج البسيط للست هلا ما يكون اوفر دائما بنعرفه ايه تفضل لا مش اوفر انا بحب ارسم حدود هلا بحب اطلع يعني الشخصيه اللي عندي ما لها حدود الشخصيه بتكون حقيقيه جدا 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 ما بحددها ولا بحطها بقلب بوكس وتخليها تاخذ مداها خليها تاخذ مداها بس ضمن حدود هي مين والباك جراوند تبعها يعني بما انك انت ملاحظ تفاصيل طبعا. في حركات بالوجه بيختلفوا جدا بس ما باوفر فيهم من شخصيه لثانيه حركات الوجه عم يفوتوا عليك زوم مريحينك من الموضوع بلا حركات ايدين وكذا انا ما بحب ما يمكن لانه الباك جراوند تبعي سينما برافو انا بعشق السينما انا بحب لقطه بالسينما غير لقطة لقطة هو الإحساس اللي من جوا جوا يعني قلبك شو بحس ببين على عيونك ووجهك أنا من هال مش حقول مدرسة أنا من هيدا الشيء في ناس لا بخلقت أو هيدا طريقتهم بالتعبير أنا قال لي هالشغلة وتذكرتني بطارق تميم اللي عم بيعمل شغل كتير حلو بمسلسل نار من نار تحية كتير كبيرة وأنا معكم بنار من نار أنا تعرفت عليه بهيدا التصوير وهيدا الإنسان حسيت إني بعرفه من حياة سابقة حتى هالقد صرت قريبة منه قال لي هالشي قال لي اللي بيميزك ومش أنا عم بحكي عن حالي بس ذكرتني بحكي هيك هيك قلبي هيك عصر قال لي وكان بحكي مع طارق وبقول نفس الكلام عن جد لأنه قال لي إنه زينة بيحضرني بمشاهد أنا بكون فيهم هو مش فيهم يعني كان يحط كرسي حد المخرج تيشوفني لايف قال لي انا براقبك قديش انت الباك جراوند سينما وحركات جسمك اللي هو شيء كثير طبيعي ومحسوبين بلا ما اكون انا عم يعني انا طول ما فتت بهالشخصيه صرت انه بكتشفها انا وعم صور اول ايام اكيد انا بكون محضره بالبيت فتره طويله بس دائما عن جد استاذ محمد لما تكون بالتصوير وتلبس الثياب وبالجو وبالعيلة بتصير تكتشف قصص جديدة مع الوقت يعني أول يوم غير تاني غير اليوم 30 صرت خلص منه وفيه شربت مي يبدو هذا الفنان الحقيقي يعني يفترض بس يلبس ثيابها للشخصية ويكون قاريها منيح ويكون حافظها منيح بصير هي لحالها بتعبر عن حالها بتعبر عن حالها وبالبيئة تبعها لما تكبها بالبيئة يمكن أنا أكون محضرة 3 أشهر بالبيت بس كبني بالبيئة الشخصية وخليني أتفاعل مع الشخصيات بتصير كل يوم تكتشف شيء جديد انت بالشخصية مرق كثير من الاسماء قدام تيم حسن كثير بالهيبة يخزي العين يعني في عدد ومدد وفي جميلات كثيرات وفي اسماء كبيرة واسماء بيطلع اسمه بالاول مثلا فلاني فيه لكن عندما انجز اول فيلم عن الهيبة اختيرت زينة مكي للبطولة انا كثير مبسوطة انه هيدا بعتقد خيار الاستاذ صادق طبعا
لأنه السينما دقيقة كتير، فهيك انبسطت إنه عن جد إلي الشرف. لا حلو، هاي ثقة كمان، ثقة فيكي. في ثقة فيي أكيد ومسؤولية إنه، وأنا قلت له أول شيء نزلته بمنشور إنه شكرا على ثقتك فيه، هيدا فعلا مسؤولية كتير كبيرة. لأنه هيدا عمل منه جديد، هيدا عمل فيه 5 أجزاء، الناس متعلقة بالشخصيات، أنا مسقطة تسقيط وعمل سينمائي. لا أنا عملت يعني قلت لك مرق خمس أسماء كبيرة، وأنا هيني اللي مرقوا كلهم طبعا، من نادين نسيم جاي مرورا من كل الأسماء اللي وردت كلهم مهمين. بس خياره لإلي بالعمل السينمائي هيك بكبر لي قلبي، يعني في ثقة وأنا حدا دارس إخراج سينمائي وبلشت تمثيل بالسينما، فحبيت إنه فيلم الهيبة رجعني على بدء البداية، على بداياتك السينمائية. معقول فيلم الهيبة يرجع كمان للتخصص تبعك بالإخراج؟ فيلم الهيبة هيك تعمل أول فيلم، أو أنا حبيت إنه قلت لي أول فيلم مش أول مسلسل، عن جد عم بقول لك سينما. وهلا لي 3 شهور الفكرة عم تاكلني أكل، بنام وقوعة وقول بدي أكتب شيء. هيدي بتلح عليك إذا تعمل شيء مفاجأة فجأة فجأة. كنت آخر 3 سنين حاسة حالي بعيدة عن الإخراج، هلا ومش وقته، هلا كتير عندي شوق. ربما يكون خبرة الشاشتين مهمة لإلك طبعا. أكيد خبرة الشاشتين منها أكيد هنا. والفكرة بطلتها مين، زينة مكي ولا حدا تاني؟ رح كون أنانية، أنا عبالي بس عبالي يعني في شيء معلش نادين لبكي قدامه صح قدام الكاميرا وخلف الكاميرا، شو هي الانسبيريشن تبع هالمخلوقة فعلا رافعة راس لبنان عن جد. ما بعرف عم تلعب بمصري هلا إلى فترة عم تمثل. ايه طب حلو، يعني حلو الإنسان ياخذ بريك. هي وجورج خباز وجبوج. ايه طب روعة، بإدارة أجمل اثنين، بإدارة ميشيل كمون. قال لي عنه جورج. قال لي عنه حلو، يعني انا رح اختبر الاثنين، انا رح اختبر اكون مخرج وممثل بنفس الوقت ودير حالي، ورح اختبر اني اكون مخرجه فقط. بس خليني اقول لك بالعالم يعني حتى بهوليوود 3/4 الاسماء الكبيره مرئي مين، داستن هوفمان على 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 اللي بدك اياه من الاسماء، وحتى الستات النهايه تبعهم او يعني القمه بيوصلوا لقمه معينه بيعمل اخراج. ليه؟ لانه هذه الخبره كلها بترجمها، ما اليوم عنده شيء بده يقوله ما قاله بافلامه السابقه، صح، او ما في مخرجين لعطوه فيه. صح صح، عم تقول نفس الشيء اللي براسي. ها ف الشيء اللي ما قدرت اقوله، اللي ما قدرت اعبر عنه، اللي ما قدرت ترجمه باحساسي باعتبار انت ممثل ما في الاخراج. ايه فبتعملي اخراج وبتقولي اللي بدك اياه. بس انا استاذ محمد انا عامله اخراج بعدين ونص. درست على وكتابه سيناريو، انا هذا تخصصي. الله يسترنا ازاي، وبعدين صرت ممثلة، يعني أنا مش ممثلة صارت مخرجة، أنا يعني مخرجة عبر ثلاث محطات. ايه؟ ماكنين بيثبتوكي بالكتابة مخرجة. لا رح أقول لك عندي ضعف، نسيت الطريقة. لو بدي أشتغل على شيء بعتقد الفكرة حتكون فكرتي، لأنه في كتير قصص بدي أقولها وأطرحها. يعني مع سيناريست منا صعب يعني. حلوة، أنا بحب هدول جلسات الورش البرين ستورمينج وال عن جد حلوين. الورش ورش بتشتغلي مع ستات كمان؟ طبعا ليه لا؟ لا تشتغلي مع ستات ولا مع رجال؟ انا بحب الرجال. ها؟ بحب اشتغل مع الرجال. طبعا هيدي عادية طبيعية انا امرأة وضع طبيعي جدا. اصدقائي كلهم ذكور. جيد. هو صاحب الستات. ما تذكرونا اياهم لا تاخذون صحتين على بتفق كثير مع من انا وصغيري وهذا الشيء امي عندها اياه كمان. الحديث غير، انا حرف اختر شيء اختر رجال. سبحان الله الفكر يعني حتى القعدات، يعني انا بحضر ماتش فوتبول مع اصحاب الشباب واحاديثنا كلها يعني البنت الوحيده بتكون بمجلس الذكور. بتعرفي يعني بتحضري فوتبول؟ بتعرفي لا انا بحضر بحمس قلبي هيك لهفله يعني، بس ما كثير يعني بفهم. مين الشباب الاحلى بتحمسيهم ولا اللي بحسه فيه الكاريزماتيك اكثر يعني هيدي اوكي تعبير. انا كنت مع البرازيل لانه نيمار جذاب جدا مثلا. بحب السمر ماشي بس ايه حلوين السمر طبعا. هلا كل الناس خير وبركه، لما بيطل الاسمر الاشقر بيخبي حاله وهذا معروف. لا حرام بيزعلوا الشقر، هلا ما تقطع برزقتي بركي في اشقرانه. طيب. لما بيطل الاسمر بيقعد هو الاشقر وبينقطع رزق الباقي. لا ما بينقطع رزق حدا. شو بدك تعمل كلهم خير وبركه، بس هيك في جاذبيه معي. بس انا بحب القعدات، يمكن ما اكون فاهمه شيء بالماتش اللي عم بحضره، بس الجو الحماسي بتحب الجو الحماسي. ايه
طيب بتلعب رياضة شيء انت؟ غير الكاراتيه والتايكواندو؟ لا مش تايكواندو، بوكسينج انا كنت بعمل، انجلش بوكسينج بس وقفت. نحن كثير شباب جايين. انا هلا بطلع بس بلا جلافز ما عفا يعني في ورشة رفوت و... منعتذر منك بالنسبة لهذه القصة. يعني وين صرت عم تلعبي بنادي؟ ايه لا لا بوكسينج عملت 3 سنين بعدين صار في اصابة بكتفي. عندك شي زنار ولا بعض؟ لا بعد لا بكير على زنانير يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه يعني هوايه بحبها. صرت اركب يعني موتو كمان من اخر مره شفتك لليوم صار في كثير تطورات به. عم تركب بتروح وتنزل تجيب الموتو؟ لا موتو الموتور كروس يعني بروح على مدرسه لتعليم الموتو بالاوف رود. مش هين والله. ايه طيب هذا للتوفير ولا حبا بالموتو؟ لا حبا بالادرينالين. كل شيء كله تلاقي له تخريجه لحتى يبين عادي. ايه لا شوف بس كله شو بدي اقول لك اصابات اللي صايره معي انا وقفت هلا كل شيء. فوق الحديد صار في كسر يعني. هلا شو عندك بالضبط هلا مشكله؟ صار في ديسك بالرقبه. لا والله. ايه واخر خرزه بظهري مكسوره بدها عمليه بس عم ضل اجلها. منا حاله طارئه يعني. خليني اقول لك يعني انا بعرف الميلودراما تبعك الصحيه يعني يمكن عارف تفاصيلها حتى صح. بس بيحكي معك الواحد عن المرض وعن كذا بتحكي كانك عم تحكي شيء يعني حاله ثانيه غيرك مريض مش انت يعني عالي المرض عندك يعني انه والله في عندي عمليه بخرزه اوكي بكملي ولا انه مش يا الله يعني هلا انه انا مزعوجه وخايفه ابدا ما بخبي كل شيء قضاء وقدر فهمت قضاء وقدر بس ما عندك ابدا ولا رهبه ولا خوف لا لانه بتعرف اللي قطعت فيه بعمل 14 سنه كان كثير خطر استاذ محمد العمليه كثير دقيقه وانا وصلت لحالي كثير حرجه بنص العمليه وامي واختي حلموا نفس المنام حلموا هيك لانه هلا الموضوع حساس لانه لا مش لانه بخصني لانه بس اتذكر امي واختي بهون الغصه ردت فعلهم يعني حلموا نفس المنام انا وبالعمليات كانت العمليه 10 ساعات انه انا فقدت دم كثير وعم بقول لهم انه انا بحاله خطره هلا بس رح يمشي الحال ما خبروا الدكاتره اهلي بعد ما قطعت المرحله على خير هذا غير انه العمليه دقيقه وحيلا غلطه قد تؤدي الى شلل خبرينا اياها عادي كانه عادي كانه خبريه اثنين تجوزوا يعني لانه كل الناس بتتعرض يعني انا مني انه يعني انا بعكس بلاقي حالي حدا سبيشل مش انت قلتي انه مرقتي بانه يعني كنت تقولي باي باي وبعد رجعتي مش انت قلتيها هاي؟ ايه وعادي هذا الشيء؟ طبعا عادي الله اكبر طبعا شو الست اللي كان معه حق بيك؟ طبعا عادي صبية من حديد غير الحديدات اللي فيك دماغك في محل حديد دماغي حديد انا دماغي تنك بطج على كل حال الله يخليكي بهالثقة هذه ثقة بالنفس طبعا وثقة حتى بالتعاطي مع امور الحياة يعني لانه الحياة الشيء القدري قدري طبعا قدري بده يصيب طبعا بده يصيب يعني. شو عم تحضري هلا يعني شيء جديد غير اللي عم نشوفه هلا صراحة ولا شيء والله لانه هلا نحن ما خلصنا تصوير من زمان يعني نحن خلصنا بعد كم يوم من عرض المسلسل فأنا بحاجة لراحة بحاجة لتقييم للذات أعمله يعني أنا بدي أحضر من برا انا على فكره ما بحضر حالي انه هيدي انا بحضر هيدي الممثله اللي عم شوفها ما بحس انه انا وياها نفس الشخص هذا حكيك يا عم وهيدي نعمه كثير انك تفصل بين لانه بتساعدني ما ياخذ ولا شيء هي طريقه بالتعاطي مع حال الواحد يعمل هيدي يعمل هذا الشيء بس هي ما كانت قرار انه انا شوف حالي من برا او انه ما احس انه انا وياها نفس الشخص لا في فنانين ما بيحبوا يشوفوا حالهم بالمره انا بموقع التصوير ما بحضر حالي والله مستحيل احضر بلاي باك ما بيحبوا يشوفوا حالهم وكمان الناس ما بتحب تشوفهم تفضل هلا بفهم ما بيحبوا انا بحب اشوف حالي للايفالويشن بالنهايه بحب العمل اللي انا اخذته لسبب انه انا عشقت النص وبدي احضره يعني بدي اشوف هالورقه مترجم كيف صار على شيء كيف صار وبعمل يعني بيكون مثل الفحص ما بتحسي كانه حس مخرجي هذا بلا انه انت قريت النص وتصورتيه بطريقه معينه كيف الترجمة هل عمي مثل ما انت تصورتيه؟ بلا هي المخرج اللي فيه والله العظيم رح تعملي اخراج ورح تعملي لنا مشكله كبيره بالاخراج او لك هيك ان شاء الله ان شاء الله عن جد بس في شيء ثاني هو عن جد هيدا وردي ها وردي منيحه وردي كثير بس بدها وقت بدها وقت بدها تفرغ يعني تقريبا شو الموضوع؟ عن حياتك كبنت ولا لا موضوع عام؟ لا حيكون موضوع عام
والله. بس انا مأكدة انه بيشبهني. انا بعد ما انا كنت عم بكتب شيء من زمان، من 7 سنين وقفته. البطل رجال ولا مرأة؟ كل الممثلين حيكونوا ابطال. ما في، بعتقد انا ما حصلت الضوء على شخصيتين او شخصية. ويمكن اعمل العكس، لانه بالنص اللي كنت عم بكتبه من 7 سنين كانوا اكيد بنص وصار بالجرور وفكرة تغير وبطل يستهوي. هلا الشباب معنا بيفتشوا وين في نص، هلا اسمه نص حلوهم ياخذوا معنا. هيدا النص كانوا فيه بطلين مرة ورجال بكل الفيلم. هلا يعني ما بعرف اذا حاضر بيفور سانسيت بيفور سانرايز، كان في بطلين فرنساوية هو اللي عم بكتبه كان بيشبه هيدا المود. النص هو البطل وشخصيتين بكل الفيلم عم بياخذوك برحلة. هلا ما بعرف هلا زينه شو معقول تعمل. هلا مرات السيناريو ببلش شيء وبينتهي شيء ثاني يعني. طبعا ما بتعرفي كيف هو بيتفرع او ايه طبعا حاله. هو بيفرع حاله. المسرح ما فكرتي فيه ابدا؟ لانه برجع بقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا صوتي منه مسرحي. اه برافو. وحكينا بهذا الشيء انا وطارق تميم وقال لي بالعكس اذا بتتمرن بتصير. بقول له بحب احضر ممثلين على خشبه مسرح بس ما فيني، بس انا بعرف حالي لعلي صرفي قلت له اعمل حركات وما رحت ميكرو لانه في اصول بالمسرح. ما بعرف الوقت هلا صار كل المسرحيه بدون ميكرو بدون بس انا ماني قادره ما فيني عيط بيطلع نشاز. انا بعرف حالي مش لالي، بحبه كثير بس مش لالي. اذا عم تطلعي نشاز فيك تغني يعني. الاسئله ايه انه انا فهمتها كثير منيح حبيبتي. بغني لنفسي والله، بغني اجنبي مع جيتار وهيك، بس انه هيك صوت له. عندي جيتار؟ لا ما عندي، بحط على يوتيوب. فيك تغني بدون جيتار؟ لا لا لانه بيساعدني، ما انه هالصوت الجميل. شيلا باربرا ستريسن شيلا لا باربرا ستريسن لا بغني مثلا اودري هابر لا سيلين اكيد يعني انا صوتي نفسي سيلين ديون طبعا هيك يعني بتجنن هي. بس انا اوصل لهالطبقة ما رح توصل. طيب بتغني غني سمعني. لا لا والله لا بعت لك رسالة خاصة فيها خليها بيني وبينك. بيني وبينك تحت بدون مشاكل اكبر. اذا طلعنا ل يعني سنوات قليلة بعدين 5 أو 6 سنين كيف بتشوفيها لزينة مكي؟ بتشوفيها اسم اول بينزل اسمها يعني فلان وفلانة دغري يعني بينزل نجمة بنجمة على مسلسل بينزل نجمة بنجمة على فيلم أو أنه بتكون من إخراج فلانة؟ شايفة حالك مخرجي لبعيد ولا شايفة حالك ممثلة ولا شو؟ ولا ست بيت رايحة تخلفي أولاد و ما فينا نجمعهم كلهم؟ معقول تعملين كلهم؟ إيه والله مالك هينة. أنا حدا أنا بحب كون أم طبعا كتير عادي كمان شعور عادي ولا هذا خلق عن جديد على فكره كمان مؤخرا كيف الاخراج هلا وليد هلا يعني نفس الشيء الامومه عم هلا عم تلح فجاه بعتقد من ورا اولاد اختي والتعلق قديش في عاطفه عم تطلع معهم. بحب العائله كثير يعني بحب هذا الاحساس جديد صار. بس في شيء مشروع ولا ما لا ولا شيء بس يكون ببقى بخبرك كمان تحت الهواء على راس. يعني بالنهاية الزواج اشهر رح تعرف انه زينة ما تجوزت رجعت مش رح نعرف من الوسائط الاجتماعية القصص اللي كذا. حياتي الخاصة بدعة فظيعة. حياتي الخاصة جدا خاصة. عم تهين الفنانين وبتهين الفن وبتهين العالم. لا كثير صار في اوفرة بهيدا الشيء انا عم شوف. بعدين واحد اكل الاكلة بصور الصحن اللي اكل فيه او راح عندي لوين صور محل موضوع شو بيعني لنا بصور. في ناس بتحب تعمل هذا الشيء. هلا هلا انا بحب صور بس ضمن حدود. صوري لالك مش ضروري تصوري لا لي ضمن حدود. والشيء اللي بدي اقول لك شغله عن جد استاذ محمد انا مش واحد عم بيقول لحدا ليك شوف انا هي في متعه بكل انسان بس هو دائما الفنان مسلط على الضوء اكثر. يعني انا لو انسانه عاديه ممكن رحت على هذا المحل حبنا في متعه مشاركه لحظات معينه بس في لها حدود. طبعا يمكن الناس تفكر انه هي بتعرف كل شيء عني لانه انا الطريقه يمكن اللي بشارك فيها يمكن يفكروا راحت لهون او بس هن ابدا هن بيعرفوا 0.05% عني. زين مكي في عندك شيء يعني عندك موانع بالعمل؟ يعني بتقولي مثلا ما بدي بوسي، بتقولي ما بدي كذا،
عندك شيء بتحددي؟ بدي تعمل لقاء مع جورج خبي. هي تحت الهواء بدي خبرك شيء. في مواقف، في جواب كليشيه حيكون ضمن سياق النص الدرامي ودراميا يعني وين موقع على البوكس. في دور يقتضي كذا كذا. بتقولي ايه يعني بتعملي ممثله؟ يعني مثلا مره عم بحكي انا ونادين لبكي قالت لي احلى شيء بالتمثيل انه الممثل او الممثله في يعمل اي دور، في يسرق ينهب يقتل ما حدا بيقول له شيء بس بيجرب كل شيء. هل انت بتعتبري انه قادره تعملي كل شيء بالتمثيل؟ بعتقد كل شيء ضمن في كمان خطوط حمراء، يعني قديش كل شيء يمكن الحدود اللي يعني بيتفقوا عليها الناس بهالمعنى يعني ايه او انا شو بحس بالمنطق يعني بالمنطق بالمنطق بشيء ما يخدش الحياه حلو. انت وعم تحضره كويس بس حلو الواحد يطلع من حاله، يعني انا يمكن قبل بقول لك لا، هلا بقول لك يمكن بعد سنتين اقول لك لا. يعني طبعا ستات هذا معروف انه مبين. تبع بشر طبعا بس كلنا كتلة من الهرمونات والمشاعر والافكار المتخبطة. انا بوا انا امبارح غير اليوم سبحان الله. لا لما نحجيت لعند امبارح ما كان من حكى معي استاذ بني ادمين كلها هيك. لا انا اللطشة على الست انه يعني طبيعة المرأة اكثر من الرجال اي مودي مزاجية بتغير بس مشان الوضع يضل صار يضل في حيوية. طبعا طبعا شوية ملح وبهار بحاجة لهم. شو بتحبي تعملي يعني هيك بأفق؟ نحن خلصنا هذه آخر لقاء. يعني أفق لنفترض هاي السنوات عم تمروا عندك أمل كبير تعملي في دور تحبي تعملي، في فيلم تحبي تعملي، طبعاً. في شي تحبي تعملي؟ طبعا شو؟ أنا عبالي أول شي بقلك بدي أرجع للسينما بقوة والله. السينما اللي براسي شي في شي براسي. بدي أسألك السؤال، هل هي التجارية اللي عملتيها؟ هو كل السنة يعني انت من هي عم تعمل فيلم ممكن تكون تجارية يعني تكون يعني كويسة وبتمشي تجاريا مقبولة هذا شو ما كان تجاري نخبوي ما في تايتل يعني بس عبالي بتعرف شو عبالي؟ عبالي اعمل دور اخد عليه جايزة برا والله لو كان ظهور خفيف جايزة يعني وين بكام؟ عبالي هيدا الشيء طبعا مهرجانات والأوسكار قصدي هلا يعني ان شاء الله احنا بنضل متفائلين عبالي دور يفشل لي خلقي يكون شغل ياخذ كثير من وقتي وطاقتي بالتحضير دور مركب يعني يكون ولا دور مركب ما نحن بنقول بنحب الادوار المركبه بس كيف بيطلع بعدين كيف بيطلع بس يكون يستحق الجائزه التكريميه انه ممثله من لبنان عربيه بدور يمكن ما يكون بطولة يمكن دور ظهور خاص بس يكون مؤثر في دور تاني بالعمل أو في أمر سينمائي في جزء بس يكون سينمائي. في ممثلة سينمائية طلعت من هيدا البلد الصغير الحلو ولمعت برا ولمعت وحبوها برا وعطوها جايزة برا حلو نحن نتمنى تضلك ناجحة جوا ميرسي وبرا لاقينا لك أو لك هيك أنا بدي لحق على كل شيء أنا عندي خوف من الوقت أنا بخاف أكبر وطاقتي تنضب تنضب صح اللغة العربية ينضب طبعا ايه وما كون حققت كل شيء بدي اعمله كون يجي الشيء اللي بدي اعمله هلا بس ما بكير بس رح بالعمر هلأ ما هو بده هلا عيد ميلادي بعد جمعتين عم حس حالي كبرت من جمعتين حسيت حالي كبيرة؟ بعد جمعتين اوريدي بلش القلق هي مش هيك انا بعد حدا بعد جمعتين عيد ميلاد شو يعني؟ صغرنا سنة بالله. صغرتي سنة هيدا كمان هاي وضع الستات كل سنة بيرجعوا انا عم شيت فيكم واصحابي ذكور و و و بتعقدوا بس هو فعلا ما راح حدا كل الناس مزاجيين كلهم يعني صاروا 25 وردة ولا بعد؟ لا 21 21 عم كبرنا لا انا بقول عمري عادي ما عندي مشكلة بدك اقول لك ما عندي مشكلة مع العمر انت اذا ما بيزعجك لا 33 بصيروا بكل سعادة 33؟ ايه 33 متلتة يعني كتير عم بيظهر لي رقم 333 وين ما كان هلا شو اشارات كونية او لا؟ مش هينة والله ست زينة بصراحة سعادتنا كبيرة اول شيء كنا معك وكنتي هلقات صريحة واعطيتنا الكثير عنك وعن شغلك اللي بدي اقوله اكثر انه يكفي الفنان كل ما نظر له المشاهد على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة يحكي عنه كلام إيجابي وبتصور هذا يمكن أحلى شيء بيوصل للبني آدم ونحن بندعي معك إنه إن شاء الله تلاقي فرصة
تلعب دور كبير ويوصل هذا الدور الى لجان تحكيم عالميه وتقول لك برافو من الاوسكار للسعفه الذهبيه بكان لدب برلين. لا يسمع منك دب برلين هو الجائزه تماما بعرف. فالله يهنيك حبيبه القلب، مشكوره جدا. ميرسي لك. اذا بتحبي تقولي اي شيء بالاخر تفضل. انا بدي اشكرك، انت دائما الحديث معك حلو حبيبتي، وهيك بيعبي الراس وما بحس حالي عم بتصور حتى يعني عم يعني. ميرسي لك وعلى مجهودك وعلى صراحتك وعلى حبيبتي. شفافيتك وقديش انت دقيق بكثير تفاصيل، وانت بتعرف شو قصدي. حبيبتي طول عمرك، ميرسي كثير. ميرسي لك استاذ محمد.